بسم الله الرحمن الرحيم. الطالب نوفل السامرائي من محافظة صلاح الدين. أكملت دراسة البكالوريوس بتخصص إدارة الأعمال في جامعة بهشتشهير، وهذه الجامعة هي من الجامعات المميزة في تركيا وموقعها في قلب مدينة إسطنبول. كان فضل دراستي في هذه الجامعة الأكاديمية الدولية للقيادة والتنمية والجهة المانحة اللي هي مؤسسة الندوة العالمية. نشكرهم شكر الجزيل على هذه المنحة التي أعطونا إياها والفرص الكبيرة اللي منحتنا من دراستنا في هذه الجامعة. كان البرنامج الذي أعطانا في الأكاديمية الدولية للقيادة والتنمية برنامج مميز جدا، كان برنامج لصقل المهارات وتنمية القدرات الخاصة بكل شباب اللي درسوا معنا في هذه المؤسسة. بعد إكمال مسيرة الدراسية، هذا الفضل اللي احنا امتلكناه من خلال هذه المنحة اللي قدمت لنا، هذا الجهد لازم يستمر وهذه الخبرات لازم تنتقل إلى شباب آخرين. مثل ما احنا أعطونا هذه الفرصة، احنا لازم أيضا ننقلها لآخرين. هذا العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه زكاة العلم تعليمه من لا يعلمه، فحاليا احنا علينا زكاة كما أنه على المانحين أنهم اللي أعطونا هذه الفرصة وتصدقوا بأموالهم. احنا لازم هذا العلم اللي توصلنا إنه احنا لازم ايضا نتصدق به ونوصله لمجموع الشباب العراقيين اللي في العراق بحكم تخصصي، اللي ما يعرفون يفتحون مشاريع او ما عندهم القدره او القابليه حتى يأسسون مشاريعهم الشخصيه. احنا يجي الدور علينا، احنا كيف ممكن نساعدهم ونوصلهم الى هذه الاماكن ونفتح لهم الابواب العلم حتى ننقل الشعب العراقي. يعني احنا مشكلتنا في العراق هي مشكله اداريه، فاذا مكناهم من هذا التخصص ان شاء الله انه تكون نقله على مستوى الشعب والشباب بصوره خاصه. ختاما نشكر الأكاديمية الدولية للقيادة والتنمية على جهودها الجبارة في توفير المنح الدراسية للشباب العراقي، كما نشكر الجهة المانحة الندوة العالمية للشباب الإسلامي على جهودها في كفالة منح الطلاب العراقيين ومختلف الجنسيات بصورة عامة، ونشكر أهلنا في السعودية على توفير هذه المنح والدعم لمختلف الشباب العراقيين.